السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لكيفية تمكين استخراج ملتي اوتبوتس لمكتبة خليجي كيت من اي سامبلز في برنامج لوجك، الطريقة كالآتي: بعد ما تفتح تراك انسترومنت، تختار عفوا ناتيف انسترومنت كونتاكت، نروح مثلا على نختار ملتي اوتبوت 16 ستيريو، وبعدين نروح للميكسر اللي ما يظهر عند الميكسر. الطريقة هي الاوتبوت من هنا، تختار الاوتبوت، تضغط على بلس، تختار 16 numbers of channel 2 عشان ستيريو، الهوست اوتبوت نختار ستيريو 1، اسندنج تكت، ديليت اكزيستنج شانلز، نضغط اوكي. 16 شانل. نروح للمكتبه، نروح لفولدر مالتي اوتبوت، ما مالتي اوت، ومثلا بحري كت، عندنا هذه الشانلات. لو تلاحظ لما تعزف الفيدرات الإيقاعات منفصلة. نروح لمكسر اللوجيك، نشوف علامة البلس هنا، بما ان هذا 1 نزيد 15 غيرهم، وما بتقدر تزيد اكثر لانك انت مختار 16 شانل. فالحين لو تلاحظ المكسر الإيقاعات منفصلة، عشان يظهر الشانلات كلها هنا تظلل الى 15، رايت كليك، كرييت تراك، موجودين الشانلات هنا. مثلا ناخذ المكتبة اي سامبلز، نروح للجروفز بما ان احنا اخترنا البحري كت، ناخذ مثلا ايقاع نسمع، لاحظوا كل شيء منفصل. هذه هي الطريقة، ممكن انك انت تسيف الاوتبوتس هذيلة من هنا، سيف، وهذا هو. شكرا.